محاربين القدامى ومتقاعدين السريين الذي فاض 15 من شهر من كل عام. ونؤكد ان الحكومه ستبقى مداومه على تقديم كل الرعايه والدعم لمحاربين القدامى ومتقاعدي القوات المسلحه والاجهزه الامنيه والعامله في الحياه. اولا لو سمحت لي الحديث عن الاحداث المؤسفه في محافظه بيجور. تلك الوقعه المهمه للقطاع المحروس الغالي التي ما تنفس اهلها الا عرق الانتماء لهذا الوطن والاخلاص لقيادته والحرص على امنه واستقراره. لا يمكن المرور على رحيل ابننا صقر الزهور الشاب في مختبر العمر وإصابة عدد من رجال الأمن المشامة من دون التحقيق القانوني والمهني الموضوع. لكن إلى حين انتهاء هذا التحقيق لن نتراخى بالتأكيد على سيادة القانون وحماية المواطنين وأمنهم وسلامتهم، ولن نقبل أي فوضى وتطاول على هيئة الدولة والأمن وعلى سيادة القانون. أدعو إخواني أهالي حيرة وعجلون إلى الاستمرار بدورهم الإيجابي والمطلوب في تهدئة الأوضاع، وصولا إلى معرفة ما حدث بصورة واضحة وموضوعية، وعندها سيكون لدينا جميعا القدرة على الحكم والتقييم وتحليل المسؤوليات، ولكن ذلك يتطلب أن تسود لغة العقل والحكمة والهدوء، وألا نسمح لأحد أن يتلاعب بعواطف المواطنين ومشاعرهم وتأجيج الفتنة بين رجال الأمن الذين يؤدون دورهم المطلوب في حمايتنا جميعا وأبناء الوطن من محاربة الجنود. تألمنا بشدة لما حدث في عبدون، ونؤكد أن الحكومة وأجهزتها الأمنية ستتعقب بدور الحادث المؤلم وستظهر الحقيقة وسيطبق القانون بعدالة على كل من قام. وقد ألمنا أيضا ما وقع في منطقة وادي الأزرق بمحافظة البلقاء، حيث التقى شهداء الواجب الذين رووا بدمائهم الطاهرة ترى الوطن العزيز على عهد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الدفاع عن قضايا الأمة وعن استقرار الوطن ورفعته. فإلى أرواح الشهداء الرحمة والقلوب ولذويهم خالص التعزية والمواساة، وللمصابين بالشفاء العاجل، ولقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية كامل الثقة والدعم والرعاية، كما يوجهنا دائما سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله. واسمحوا لي أن أطلب من معالي وزير الداخلية أن يطلعنا على حيثيات الأمور لا ينادي الساعة وتحقيق أمرا جاريا.